والسؤال الثالث موضوع ايه؟ جوكر. سؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين طبعا. طيب طبعا قدرات ذهنية مظبوط؟ طبعا قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 36 زائد 63 في 6 على 7 يساوي كام؟ 36 زائد 63 90 90 استعجلت يا محمد. لا 90. لا استعجلت. لا 90. لا استعجلت. لا 90. هنكمل الحلقة كده. خلاص تنزل المرة دي. إجابة صحيحة. تسعين وبكل ثقة. وبكل ثقة. برافو عليك يا محمد. مش كنت خدت الجوكر يا راجل؟ الحمد لله. 190 كنت قفلته 200. 190 عيلة مرسي. 120 عيلة علي. سؤال أخير.